رمضان كريم. صحة رمضانكم. صحيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كاع تكونوا غاية وصحتكم بخير يا رب العالمين، ويلقاكم هذا الفيديو في أحوال جيدة يا رب. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الفطيرة بالكنافة، تكون مالحة يعني هكا باش ننوعوا في شهر رمضان الكريم إن شاء الله. واش راح نحتاجوا فيها كمكونات؟ نحتاجوا يعني هاد القطايف ولا الكنافة، من الاحسن ان يعني انا جربتها في الدار وما صدقت ليش، قلت نشريها واجده يعني كميه وفيره، هذه قل من الرطل. دوك نوزنها لكم ونقول لكم شحال راني دايره هنايا، لخطش انا شريت رطل وراني قسمتها على زوج، النص استعملته والنص خبيته في المجمد، قلت ندير به وصفه حلوه اخرى ولا مالحه. في الحشوه عندي هنايا شويه تاع البصل انا مقطعته مربعات، عندي شويه تاع يعني لحم الدجاج مفروم مع القزبر وشويه تاع الثوم، وعندي هنايا ملعقه صغيره من الطماطم مصبره. واش راني غادي ندير بهادو؟ ندير البصله تتقلى، من بعد نزيد عليها هاد الكفته اللي راها عندي، نزيد عليها هاد الملعقه نتاع الطماطم، نزيد شويه تاع الماء والتوابل اللي انا نفضل نستعملهم يعني في اللحوم نتاوعي، باش نتحصل على واحد العصاره او واحد المريقه تكون قليله لكن نستحقها باش نسقي الكنافه نتاعي. كما تعرفوا الكنافه عفوا الحلوه تسقيها بالعسل، وهذه راح نسقيوها بهذاك المرق اللي غادي نتحصلوا عليه من هاد المكونات. من بعد كنصفي المرق نضيف على هذيك الحشوه القليل من الجبن، هذا الجبن الطري، وعندي ايضا الزبده اللي راني مذوبتها مع الزيت باش غادي نديرها في هاد الكنافه تاعي، وندير فيها الملح لخاطرش كما قلت لكم هذه غادي تكون مالحه. اول حاجه نبدا بها هي نحضر المرق نتاعي. كما قلت لكم هاد البصيله نقليها مع اللحم مع هذيك الملعقه صغيره تاع الطماطم التوابل المفضله، ونزيد عليها واحد الكاس نتاع الماء ونخليه شويه يتجمر ونحيده على جهه، ونعاود نولي لكم. كملت هذيك الحشوه نتاعي كما راكم تشوفوا، خليت شويه نتاع هاو المرق اللي خليته باش من بعد نسقيها. نجيب هذيك الاخرى ونحلها هذوك الشعيرات نتاعها. ندير فيها شويه نتاع الملح خاطر شرها غادي تجي هذه مالحه. واحد شويه برك، ونبدي نحط لها في هذاك ليدام اللي درته نتاع الزيت مع الدهان، ولا عندك السمن ديري السمن. بالنسبه للحشوه اخواتي اللي عندها اللحم المكفت نتاع لحم الخروف او لحم البقر تقد ديره، واللي عندها السمك تاني تقد ديره، اللي عندها يعني الجمبري الحشوه انتي تتحكمي فيها. كيما هكا
زد لها شويه برك. ونجيب الصينيه راني دهنتها بشويه تاع الزبده باش كي نقلبها ما تحصل ليش. ونبدينا نسدف. كيما هكا باش يعني الشكل نتاعها يخرج الشباب. نجيب ندير هذيك الحشوه نبعد غير واحد المليمتر على الجوانب كما هكا غير واحد المليمتر يعني ماشي بزاف باش ما يخرج ليش حتى للجنب. كيما هكا كيما قلت لكم انايا هذيك الكميه تاع الكنافه اللي كانت عندي رطل وقسمتها على زوج. راه هنا راني دايره وراه باقي لي غير واحد شويه من هذاك النص رطل نزيده ونزيده شويه نتاع هذاك ليدام وليدام اللي بقى لي نحتفظ به باش ندير به حوايج اخرى. وراني مشعلت لها الكوشات حما بدي نسدف غير بشويه من فوق لخاطرش راني دايره الحشوه كما هكا. الملح ما تكتروش على ما اظن هما يديروا فيها واحد شويه باش يعني كماده حافظه يعني يزيدوا لها غير واحد الرشه. والحشوه نتاعنا تاني راها مالحه كما هكا. ونضغط عليها باش يعني بعد كي نقلبها تجيني كاع خبزه وحده. وندخلها الطيب ونخليها تريح شويه عاد ونقلبها من بعد كي طيب نعاود نولي لكم. اخواتي هذه هي فطيره الكنافه اللي كنا حضرناها مع بعضياتنا. كما شفتوا يعني الطريقه سهله وبسيطه تقد اي وحده يعني تطبق الفكره وتغير في الحشوه كما تبغي. كما خرجتها سقيتها بهذاك السيرو اللي كنت موجدته لها يعني واللي ما يبغيش الكنافه نتاعها رطبه عادي ما يسقيهاش. كل واحد وكيفاش يفضل الاكل نتاعه. دوك نسيي نحل لكم تشوفوا. نسيي نفتح لكم شوفوا هذيك الحشوه تجي في الوسط وطابت لي كيما من فوق كيما من تحت. كيما راكم تشوفوا وانا من داك سقيتها جاتني رطبه
ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم، جربوها وتعطوني الرأي تاعكم في التعليقات. ودوكا نقول لكم تهلاو في رواحكم والسلام.